السلام عليكم. اليوم نتكلموا على السد يقع بولاية سوق حراس، هو بالضبط يقع على وادي الجدرة بولاية سوق حراس إذن. وهذا السد هدايا عنده سعة نتاع حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا، وحيث أنه سوف يزود جل بلديات ولاية سوق حراس وكذلك مدينة سوق حراس، حيث أنه فيها تعرف بعض يعني الشح في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. إذن الساكنة تاع الولاية ينتظروا بكل شغف انتهاء الأشغال بهذا السد اللي بلغت نسبة الأشغال به حوالي 75%، وينتظر تسليمه في غضون السنة المقبلة 2023. نتمنى إن شاء الله السد هذا يعرف التسليم تاعه في الأجال تاعه، وأكتفي بهذا القدر. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.